تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يومه الأربعاء بعض الصور التي وضعتها الممثلة المغربية أسماء الخمليشي على حسابها بموقع الإنستغرام، والتي ظهرت بها وهي تقوم بتداريب رياضية في وقت مبكر من صباح اليوم. وفور تداول هذه الصور أوضح نشطاء في تفاعلهم أن الفنانة أسماء الخمليشي تعد من الفنانات المغربيات القليلات اللائي استطعن الحفاظ على مظهرهن وشكل جسدهن نظرا لمواظبتها بشكل مستمر على التداريب. ومن جهة أخرى عبر آخرون عن إعجابهم الكبير بالخمليشي، موضحين في الوقت نفسه أن الخمليشي وبالرغم من بلوغها سن 48 سنة تعد من أجمل الفنانات المغربيات نظرا لاهتمامها الكبير بلياقتها البدنية وشكل جسدها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.